تقاعد الآدمي وطفش، صار هو اللي يودي العيال ويجيب العيال المدرسة ويجيب الأغراض والمقاضي، سفر السواق، قال ما عاد أبغى سواق أنا شغال في البيت. المهم الرجل أخذ الروتين ذا لين طفش ملل، راح عند أخوياه في الديوانية اللي يقولون عليها، يا أبوي شوفوا اللي حل، أنا قسم لا قرفت مرضت من يوم تقاعدت. قالوا له حبيبي ما لك إلا زواج من السيارة. كيف؟ قالوا زواج من السيارة. قال طيب وكيف أسوي مع زوجتي؟ قالوا مالك احنا نضبطك. طبعا هذا كان في الكويت. قالوا له انت قول زوجتك، طبعا انت رحت تزوج من حفر الباطن، وكل ما سألت زوجتك قول يا ابي انا بروح عند الغنم حقتي عند الحلال. طيب كويس. صار الادمي كل شوية وهو وين رايح فلان؟ قال عند الحلال. وين جاي؟ جاي من عند الحلال. طبعا هو يروح نهاية الاسبوع اللي هو الجمعة السبت او الخميس والربوع، المهم زي ما تكون الاجازة. جلس الادمي فترة على هذا الوضع، يوم من الايام وتنقز له ام العيال الله يهديها، قالت يا ابو فلان اما ذحين الجو زان وزبط اباك تنقز منها عند الحلال حقك، نبغى نروح نتفرج وننبسط ونفل ابوه هنا. قال لها ايش؟ قالت والله نبغى نجي معك نتمشى. قال لها طيب طيب ابشر ملعين ذي قبل ذي. ويرجع عند اخويا يا ابوي شوف لي صرفه. قال يا ابوي لا تشيلهم، هذه امرها هيكل، هذه يا حبيبي عندنا فلان صاحب الغنم عنده راعي اسمه ادم، روح عند هناك ويضبطك. بيروح عند الراعي قال يا ابوي اوه انت عداد 29 واحد، عندي كويتيين وعندي سعوديين، السعوديين ياخذوا من الكويت والكويتيين ياخذوا من السعوديه، وكل ما سالت زوجته قال عندي حلال. المهم اتفق مع الراعي هذا وصاحب الغنم ويجيب زوجته هذاك اليوم، ينبسطون ويتكون وينادي الراعي يقول تعال. نعم نعم يا عمي، مسوي انه عمه. اقول لك شاف التيس لما لحل هناك قال يقول اذبح له عمتك، يلا زبط التيس. والله المهم يذبح التيس وزبطه. قال الزوجته اقول لك يا ابو فلان والله الجو انه طيب نبغى نبات هنا. قال لها ايش؟ اقول لك ترى المبيت هنا خطير، ترى في ثعالب وفي افاعي وفي عقارب. قالت ها؟ اقول لك لا 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 مشينا، ليه ما كلمتني من اول؟ كان ما جيت اصلا لا انا ولا عيالي. قال لها المهم هذا العلم كيفك، تبغى تباتين براحتك. المهم هذا اللي صار. فعلى قولتهم القصة دي حقيقة، احنا نقول للحريم انتبهوا من ادم، لا قال زوجك والله بوديكم عند حلالي وعند غنمي وجاك الراعي ادم، اعرف انه ماخذ مسيار. هذا علمي وسلامتكم، ترى انا علمتكم انتم بكيفكم. ان كان عجبتكم القصة حطوا لايك واشتراك وشيروا المقطع، وان كان ما عجبكم اسعد الله مساءكم وصباحكم وفي امان الله، واستودعناكم الله الذي لا تضيع ودائع. انتبهوا من ادم، مع السلامة.